السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بكم من جديد، دائما معكم سيف. أصدقائي، لو كان تلاحظوا أنه في الفيديوهات السابقة أثناء مرحلة غيار الريش ولا مرحلة الراحة ما تكلمتش عن الكالسيوم، لأني أعلم أن جميع المربين راهم يقدموا الكالسيوم. الكالسيوم بما فيه من فوائد للطيور أثناء المراحل كامل، يعني جميع المراحل، مفيد جدا. يعني ما نتكلموش على الفوائد تاعو، احنا دائما نتكلموا على الايجابيه ونتكلموا على الفوائد، لكن ما نتكلموش على الاضرار وعلى السلبيات. اذا كما راكم تشوفوا اصدقاء، يعني مديت لكم بعض مصادر توفير الكالسيوم للطيور الطبيعيه، والان راك تشوف في المصادر المصطنعه كاين بعض المربين يقوموا بخطا بلا ما يشعر، يعني دون شعور او ما عندوش معلومات كثيرة على الأمر هذا. علاش؟ درك انت كي تمد للطائر أي حاجة طبيعية، تمد له مثلا مصادر الكالسيوم، تمد له سيبيا، ولا تمد له العظمة تاع الحلز والمرحية، ولا تمد له تراب النمل ولا غيرها، تمدها له. كي يحب الطائر ياكل ياكل، يعني كي يكون محتاج الكالسيوم اوتوماتيكمون راح يروح ياكل، ما كانش محتاج راح يخليها لك فهم في الميكاليه، ولا يخليها لك وراك دايرها له في الكودي ولا. لكن انت لما دير له الكالسي ماكس ولا الكالسي ليكس، كي ديروا اخي ديروا بمقادير معينه وكذلك حسب برنامج. يعني ماشي كل يوم انت دير له الكالسيوم على اساس راك تجهز في الطيور تاعك لمرحله الانتاج، باش الانثى ما تبيضلكش بيض صغير، باش الانثى ما تبيضلكش بيض قشور. اذا انت هذا واش راك تفكر؟ لا صديقي، احترم المقادير. علاش؟ لانه هنالك سلبيات راح تطيح فيها في الانتاج. درك نتايا كي دير الكارسيليكس ولا الكارسيماكس ديرها له في المشربيه كل يوم، الطائر راح يشرب، حتى ما راح يشرب، وراح يزيد كميه الكالسيوم عنده في الجسم نتاعو. صح هو مفيد، لكن شوف سيرتو الانثى، خاصه الانثى. الانثى من درك انت تمد لها في الكارسيماكس والكارسيليكس حتى يلحق وقت الانتاج، تبيض لك بيض عادي، قادر تبيض لك حتى بيضه كبيره نورمال. لكن المشكل وين انت من بعد الحظ، من بعد اللي تفوت 14 يوم، اسكو تبقص لك الفراخ ولا ما تبقاش؟ كاين بعض الاناث تبيض لك بيض، القشور خشينه بزاف ما تبقص لكش الفراخ، الفراخ تموت لك داخل البيضه، ما تقدرش تكسر البيضه. اذا هذا خطا. كي تمد الكالسيوم، مد كالسيوم طبيعي للطيور تاعك، حبوا ياكلوا صح ما حبوش ياكلوا. ولا مديت الكالسيليكس والكالسي ماكس، مدوا مقادير معينه حسب برنامج، يعني على الاقل مره في 15 يوم. وانا التقي موضوع اخر وشكرا.